السؤال الثاني يا شيخ، نعم. بالنسبه للدعاء القنوت، هل يجوز يا شيخ، يعني يجوز مثلا اذا ركعت سجدت انا في السجود اقول الدعاء لانه اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد، يجوز اني اقول دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت في السجود؟ ما في مانع، حتى الدعاء الذي هو دعاء قنوت يجوز ان تقوله ساجدا، لكن تقصد انك تترك القنوت وتجعله في السجود؟ ايه يعني ما اقول لماذا بعد لماذا لا تحافظ على السنه؟ لا ليش لماذا تخالف السنه؟ بس لا لا هلا يعني كلامك صحيح، بس يعني يعني صحيح او غير صحيح، او غير صحيح خلاص غير السنه بعد الركوع، لانه انا كنت لا 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 حبيبي لا افهم المساله حفظك الله. اولا بالنسبه لدعاء القنوت، دعاء القنوت اما قبل الركوع او بعد الركوع وبعده اكد لقوه الاحاديث، وقبله لا باس به لورود السنه بكل ذلك، كما في حديث ابن عباس قالت بعد الركوع، هذه واحده فلا تتركه. الامر الاخر، هل يجوز أدعية القنوت أن أجعلها في السجود؟ نعم يجوز أدعية القنوت أن تجعلها في السجود، ولا حرج في لا حرج في ذلك، لا حرج، لأن في النهاية كلها دعاء، كلها دعاء. طيب هل يجوز أجعل نفس الأدعية هذه في السجود في غير قنوت، يعني مثلا في صلاة الظهر وصلاة العصر في صلاة الفريضة؟ نعم يجوز أن تقول اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، لا حرج في ذلك. وضحت المسألة؟ وضحت، يعني الأفضل القنوت بعد الركوع. أيوة نعم، الأفضل هو بعد الركوع كما قلنا ذلك، أنه هو قول الشافعية والحنابلة والحنفية، ورواية عند المالكية، وفي حديث ابن عباس، وقد وردت السنة أيضا أنه كان قبل الركوع، لا حرج قبله أو بعد، لكن آكده أنه بعد الركوع إن شاء الله. نعم.